يرفضون وصف المجتمع لهم بالمعاقين. شباب من محافظة نينوى فقدوا بعض أطرافهم حين مثلوا البلاد في سوح الحرب ضد تنظيم داعش، واليوم ارتفع سقف آمالهم بتمثيله مرة أخرى، ولكن في إحدى الألعاب وبقميص المنتخب الوطني. الحياة ما تقف، فلازم واحد يعني يتحرك، وإنه ما يسيطر على اليأس، وإنه واحد طار من جسمه فجزء إنه يوقف حياته. أمنيتي أن أشارك بالبطولات الدولية العالمية، بحيث أرفع يعني اسم نينوى عالي، اسم الموصل أرفعه عالي. يزور عمر الحي الذي أصيب فيه بمدينة الموصل أثناء الحرب، فتختلط لديه المشاعر لديار باتت أثرا بعد عين، لكن أمله أن تعود عامرة كما كانت. لأن كانت إصابتي هنا بهاي المكانات، ومثل ما تشوفون بيوتنا صارت قاع، يعني ما عبارة عن أنقاض، فما نعرف شو نقول غير الله يعمرها. آلام تراكمت بعد إصابته في الحرب ضد التنظيم، لكن مشاركتهم في بطولات رياضية في مناطق عدة في العراق ومن خلال هذا النشاط غيرت حياة هذا الشاب ورفاقه كثيراً. كانت نفسيتي تختلف عن من انت قاعد بالبيت، هنا تجي تشوف اصدقائك، تمارين، لياقه، تتغير كثير من قمت اطلع بطولات بغداد. تكرار تجربه هؤلاء الشباب كبادره تستوعب من تعرض للاعاقه نتيجه الحرب ضد داعش ربما ترفع عنهم حاله الياس وتعيدهم الى حياه اعتادوها. هناك يعني نية في افتتاح مراكز تخصصية أخرى للمعاقين خاصة، لكون مدينة الموصل أصبح فيها المعاقين بكثرة لما خلفته العمليات العسكرية. مخلفات الحروب لم تقف عند حد الأضرار البدنية والمادية أو دمار للبنى التحتية، بل خلفت آثاراً اجتماعية ونفسية، ليجد هؤلاء الشباب في ممارسة الرياضة متنفساً وطريقاً جديداً للأمل.